السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إخواني في ليبيزود 3 ولكن البارتي 2 من هاد ليبيزود 3. كما شفتوا قبل في هاد ليبيزود اللي فات حنا شفنا الماتيريال ولكن ما قدرناش نكملوهم كاملين، وباش نختصروا عليكم لو ماكسيموم بوسيبل حاولنا نقسموا هاد ليبيزود هادي لدو بارتي، وهذه هي لا دوزيام بارتي، ونكملوا على بركة الله. ودابا الاخوان غادي نشوفوا دي ماتيريو حتى اخرين. هذا الماتيريال هذا اللي غادي ندويو عليه دابا كيتسمى ماتيريال كومبليمونتير، هذا الماتيريال تكميلي. علاش تكميلي؟ لانه كيساعدنا على تتمه هذه المهمه اللي هي الانتوباسيون. فردوا معايا البارح مهمه الماتيريال هذا، وكاين شي وحدين فيهم اللي مهمين بزاف وشي وحدين فيهم اللي غير ثانويين، نقدروا ما نستعملوهمش ونقدروا ما نحتاجوهمش. الماتيريال اللي ذكرنا قبل راه هو ليسونسييل، هو المهم، ولكن هذا كنحتاجوه باش كنكومبليتيو هاد الخدمه ديالنا. بار اكزومبل هاد لو فيربوش، لو فيربوش اللي كتشوفو قدامكم هذا غير كيساعدنا من اجل لوفيرتور ديال لابوش، نقدروا نديرو لوفيرتور ديال لابوش بيدينا. الا كنتي اكسبيريمونتي كديرو بيديك، والبلوبار ديال لي زوبيتو ما كيديروش هذا، ما كيكونش عندهم اصلا. ف ما كنظنش بانه مهم، ولكن هو ثانوي ويقدر تعرفو. داكوغ. ثاني حاجه كالبوش، وهذا الكالبوش فاش كديرو فيغشور ديال لابوش تقدر ديرو باش تخلي لابوش مفتوح وباش تقدر تحكم فيه بطريقه سهله وبسيطه، وما تاديش السنان ديال الباسيون ديالك. وحتى هذا ثانوي جدا وما غاديش تجبرو في البليبار ديال لي زوبيتو اللي عندنا، امور واضحه. حاجه واحده اخرى اللي مهمه بزاف، هذه ماشي بحال هاد الجوج اللي فاتوا، هذه مهمه، لي كانيلو غيدال ولا دمايو اللي بغيتي تسميهم. هاد لي كانيول هادو عندهم ديتاي حتى هما، هاد لي طاي كيما كتشوف دابا قدامك 50 مليمتر 60 70 80 90 حتى 100، ولا تقدر تبدا من الزيرو ولا دوبل زيرو، زيرو الان و 2 و 3 و 4. دوبل زيرو هي الزرقاء، الزيرو هي الكحلة، الان هي البيضة، والبيضة كنديروها عند الصغار لي زونفون داكو، و 2 هي الخضراء، وهذه كنديروها بور لي فام و بور لي جون. رد معايا البال. والصفراء كنديروها بوغ لي فام، الصفراء اللي هي 3 ولا 90 ملم كنديروها بوغ لي فام ايضا، وكنديروها بوغ لي زادولت ايضا لي زوم الا كان بيان سور لابوش ديالهم صغير. وبالنسبه للحمراء واللي هي الاخيره الكات كنديروها بوغ لي زوم لي زادولت اون بيان سور. كنظن هاد لي كانوا مهمين بزاف. شنو هو الدور ديالهم؟ شنو هو لانتيغي ديالهم؟ لانتيغي ديالهم اسيدي هو انك فاش كديرهم الباسيون ديالك كتكون نتايا 100% مليبيغي لي فوازيريان سوبيريور، وكتكون مأكد على ان فاش يكون كيفيق داك المريض واخا يعض، واخا يعض مزيان ما غاديش يعض لك على لا سوند، وغيبقى عض غير على هاد الكانول، وغيبقى لا سوند في امان، وما غاديش يقيسها بسنانو، وما غاديش يسبب لك شي مشكل في الفياق. وكتساعدك ايضا في لاسبيراسيون، فاش تجي دير لاسبيراسيون بيان سور من لابوش ديالك تاسبيري دوك لي سيكريسيون، وايضا كتساعدك في لو مومون ديال لانتوباسيون. قبل ما تانتوبي كندير واحد الحاجه كتسمى البري اوكسيجيناسيون. هاد البري اوكسيجيناسيون فاش تجي ديرها نتايا الا ما كانتش هاد الكانيول ما كيكونش داك الفوا ايريان سوبيريور، ما كيكونش بيان ليبيري، وما كتفونتيليش المريض ديالك بطريقه مزيانه. امور واضحه، نتمنى من الله تكون واضحه. بالنسبه لهذا الماتيريال هذا دفونتيلاسيون مانيوال غاكور ادابتي اي سورس دوكسيجين، شنو هو هذا؟ هادو اللي كتشوفوا قدامكم حتى هما عندهم ديتاي على حساب لاش ديال الباسيون اللي عندك، واش اوم واش فام اكسيتيرا. عندك 6 ديال لي طاي اون جينيرال، وهادو كيتسموا لي ماسك ايزاجينيك. هاد لي ماسك هادو الى سور لا جونكسيون انتر البافو اي لي فواز ايريان ديال الباسيون. شنو هادشي هذا؟ البافيو حنا غادي نشوفوها دابا واحد شويه، ولكن البلوبار فيكم اللي كيتصنت لهذا الكوغ هذا انا عارف بانه كيعرف شنو هي البافيو. والماسك هو اللي كيكون ما بين الوجه ديال الباسيون ديالنا وما بين داك البافيو، ومن خلالها كنعطيوه داك الاكسجين. وكاك سيدي عندنا هنايا بليزيور موديل وبليزيور تاي ادابتي على مورفولوجي دو لا فيكتيم. فيكتيم هادي تسمية قديمة خصنا نحيدوها، فنقدرو نقولو لأن هذا مقتطف من لي ريفيرونس اللي راه عندكم لتحت، فحاولوا تحيدو ديك فيكتيم ردوها باسيون داكوغ. ف ديال المورفولوجي ديال الباسيون ديالنا سواء ادولت سواء انفون سواء نوريسون، هادشي هذا عاد شرحتو لكم دابا، الأمور جد واضحة محتاجاش نشرح بزاف. هذه هي البافو، دابا هذه هي البافو اللي دويت لكم عليها، وهاد البافو حتى هي كتعتبر من الماتيريال ديال فونتيلاسيون مانيال. كندويو على لا فونتيلاسيون مانيال، هي بالعربيه نقدروا نقولوا امداد للرئتين ديال المريض بالهواء ولا بالاكسجين بطريقه لي مانيوال ولا يدويه، وهذه هي اللي كتساعدنا في هذه القضيه هذه. والماسك هو هذا اللي كتشوفوا اللي كاين بالزرق،
واللي قلنا بانه خصو يكون ادابتي بور مورفولوجي ديال الباسيون ديالنا. والبافي هي هذيك اللي بالكحل واللي فيها بيان سور بزاف ديال لي كومبوزون. بحال دابا كندوي على الفالف الاولي هو هذا اللي هنايا فوق الماسك وكنسميوه الفالف سيباراتريس، هو اللي كيسيباري لينا هذاك لير اللي حنا كنعطيوه للباسيون كيكون اوكسيجيني وداك لير اكسبيري اللي كيخرج لنا من الباسيون كيكون بيان سور فيه سي او 2. هذا هو اللي كيسيباري هاد لي دو داكور. وايضا عندنا داك البالون اللي من خلاله كنعطيوه داك الاكسجين وكنردو لوكس لير اكسبيري. وعندنا واحد الفالف واحد اخرى في الاخر اللي هو الفالف دادمينستراسيون. هذا الفالف هذا من خلاله كيدخل لنا الاكسجين، راه واحد الفالف صغير والخارج منه واحد اللعيبه هو اللي كنديروا له لا ليزو مع الاكسجين وكيدخل لنا من تما الاكسجين داكور. وعندنا واحد البالونيت ريزيرف كاين في الاخر يقدر يكون وقدر ما يكونش بعد لي بافي، هو اللي كيكون فيه شويه ديال ريزيرف ديال الاكسجين داكور. الامور جد واضحه حد هنايا والامور بسيطه جدا. هنا كندويو على لي ديتاي ديال البافي، لي ديتاي ديال البافي وماشي شي حاجه كثيره. تقدروا هنايا تشوفوا الا كبرتوا شويه غادي نشوفوا باللي كيدوي لنا على واحد الشيما اللي كتبين لنا البافي. فاول جزء هنا سماوه كور دو لا فالف باسيون، ثاني جزء سميتو فالف سيباراتريس كنا كيسيباري، وكتبقى غادي بحال هكا كما كتشوفوا في الصوره تماما. وكنبريزونطيو كاع دوك الاجزاء عندهم السميات ديالهم، ولا كنتو انتريسي بهم بهاد السميات تقدروا تاخذوهم. ولكن بوغ مو انا ماشي بالضروره تحفظوا السميات ديال دوك لي ديتاي، ولكن الاسماء اللي ذكرت لكم في الاول كافيين جدا باش تعرف كيفاش تستعمل البافي وكيفاش اصلا كتخدم. امور واضحه، امور جد واضحه. بالنسبه لي بافي فتا هما قدر تجبر فيهم لي تاي ولا لي موديول اللي بغيتي تسميهم. اول تاي واللي هي كنستخدموها ديما وكنستخدموها بزاف هي لا تاي ديال لي زادولت اللي البوا ديالهم اكثر من 30 كيلو، وكاين تاي اللي كنسميوها بيدياتريك واللي البوا ديالهم قل من 30 كيلو، ولا لي نوفوني ولا لي نوريسون هادو صغيرين مازال البوا ديالهم قل من 10 كيلو كنستخدموهم. هاد النوع من لي بافي اللي كاين على اليمن صغير بزاف. هنا فالتصاور هادو بجوج بهم اللي كتشوفوا لتحت كيبينوا لك لا تكنيك اللي من خلالها كنديروا الفونتيلاسيون. في الحقيقه هاد لا تكنيك الا جيت ندويت لكم دابا عليها بلي زيتاب ما غاديش تفهموها مزيان، خصكم تطبقوها. شوفوا في الصوره مزيان وغادي تشوفوا الطريقه اللي كيحط من خلالها لانفيرمي ولا الميدسان هذيك الماسك على الباسيون، وكيفاش كيدير فيكسي مع المونديبول مزيان بثلاثه ديال الصبع ديالو من الفوق وجوج ديال الصبع الاخرين كي بيان سور كي ادابتيو الماسك مع الوجه ديال الباسيون مع بيان سور لا بوش ولوني ديال الباسيون ديالنا، وكيحاول على انه يادابطيه مزيان وما يخليش لي فويت باش يفونتيلي بطريقه اللي كتكون افيكاس. كما قلت لكم واخا ندوي لكم بلي ديتاي بلي ديتاي ديال على الطريقه ديال الاستعمال ديال ولا لا تكنيك ديال الفونتيلاسيون ما غاديش تكون كافيه. انا كنفضل على انكم تعلموها بيان سور في لو تيران دو ترافاي وفي لو سيرفيس. ردوا معايا البال، حاولوا انكم تعقلوا على الصوره مزيان باش غير تبغيو تستعملوها تكونوا عارفين كيفاش كيدير كيفاش غادي دير لي ديك فاش تشد الماسك ديال الفونتيلاسيون. ودابا جا الدور على اننا ندويو على لاسبيراسيون بيكوفارانجي اي ديسون داسبيراسيون. كتعرفوا نتوما سيستيم داسبيراسيون كاملين كاع اللي غادي يكون كيشوف هاد الكور هذا ديال لانتوباسيون تراكيال ان عارف بلي ديجا هو غادي يكون دوزيام اني ولا تخوازيام اني الا كان انفيرمي داكور. الا كان ميدسان ف بيان سور غادي يكون ما غاديش يكون بروميير اني، فلي بروميير اني غالبا ما غاديش يكون انتريسي باش غادي يشوف هاد الكور هذا. لهذا غادي تكون 100% ستاجيجي، ولا كنتي ستاجيجي غادي تكون شفتي 100% شنو هو السيستيم داسبيراسيون وكنتي عارف 100% شنو هما لي سون داسبيراسيون. اللي بغيت نوصل ليك من خلال هاد الشيما هادي اللي كتشوف قدامك هما مناش كيتكون السيستيم داسبيراسيون الا كنتي ما ضبطتش الامور ديالك داكور، ولكن كيخصك تكون شايفو افون هاد الشيء هذا. امور واضحه ياك. دابا الا شفتوا هنايا مثلا عندنا واحد السورس ديال الفيد، هاد السورس ديال الفيد كيكون عندنا في الحيط ديال المستشفى. امور واضحه، كنلصقوا فيه واحد السيستيم، هاد السيستيم كنسميوه المونو. امور واضحه، هاد المونو هذا هو اللي كيخدم لنا هذيك لاسبيراسيون، وكيكون متصل بواحد البوكال. هو هاد البوكال اللي كتشوفوه دابا قدامكم فيه داك الشيء داك السائل اللي صفر، هذاك هو البوكال كيكون متصل بداك المونو اللي متصل هو بديك لا سورس. امور واضحه، هذاك البوكال كيكون متصل بواحد تويو كنسميوه لا تويتري ديال السيستيم داسبيراسيون. هذاك التويو هو اللي كناخذو حنايا وكنديرو فيه سون داسبيراسيون،
ومن الصون داسبيراسيون كنأسبيريو الباسيون ديالنا. والاسبيراسيون كتكون سواء بيوكال سواء نازال سواء تراكيال. امور واضحه، امور جد واضحه. فاش كنقولوا نازال كنأسبيريو من ليناغين، فاش كنقولوا بيوكال كنأسبيريو من لابوش، فاش كنقولوا فاش كندويو على تراكيال كنأسبيريو تراشي. امور واضحه واضحه. نجيو نشوفو دابا لي سون داسبيراسيون. لي سون داسبيراسيون هما هادو، لي طاي ديالهم كيبداو لنا من 6 وانت طالع حتى كتوصل ل 20. وبلا ما نطولو بزاف في الشرح ديال هاد لي سون داسبيراسيون لانهم باينين، وحتى لي طاي ديالهم باينين. فعندنا مثلا 8 ديال لي طاي كما كتشوفو قدامكم هنايا، اصغر طاي اللي هي بيدياتريك، واكبر طاي اللي هي ديال لي زادولت. اكبر طاي هي الصفراء لون صفر، هي 20. وكنمشيو بالجوج، الصغر طاي هي 6، داك اللون اللي ما هو خضر ما هو ازرق ما بين الزرق والخضر، فهذاك اللون اللي هو شال 6 حتى ل 20. كنمشيو بالجوج 6 8 10 12 14 16 18 20. غتجبرنا كنستخدمو بزاف بوغ لي زادولت الاحمر اللي هو 18، وحتى الاورانج اللي هو 16 كتجبرنا نستعملوهم بزاف. بوغ لي زونفون غتجبرنا كنستعملو البيض 12، وحتى الديس اللي هو الكحل غتجبرنا كنستعملو هادو. غتجبر لي زوبيتو هنا في المغرب كيستعملوهم بزاف هاد لي كولور. غادي يدويش عليه الا دويتي على لي نوريسون ولا على لي بريماتوري، عاد غادي تجبر كنستعملو 6 و 8. داكوغ، هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشيو نشوفو، يعني هادشي باختصار شديد جدا، اما هادشي راه قدروا نديطايو فيه بزاف بزاف بزاف. وانا لا اظن ان كاين شي حاجه مليحه لي ديطاي، خصنا نشوفوا لي زانفورماسيون الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون. نشوفوا حاجه واحده اخرى، دابا هادشي هذا راه كامل كيخصو يكون عندك في الماتيريال ديال لانتوباسيون ديالك، وهادشي غادي تشوف الاهميه ديالو فاش كنكونوا كندويو على لا تكنيك وعلى لي بروبليم اللي كيكونوا في لا تكنيك. واخا الباس دو ماجيل، بانس دو ماجيل دوينا عليه مزيان في ليبيزود الاولى. اللي ما عارفش البانس دو ماجيل ما غادي ندوي عليه دابا حتى حرف. اللي ما عارفش عليه لي زانفورماسيون يشوف ليبيزود الاولى. ليبريفيون هو واحد ليكيد اللي كيسهل لنا الباساج ديال لي سوند. مثلا سوند غاستريك كنديروا ليبريفيون باش كدوز رابيد. داكوغ، هذا غير اكزومبل، امور واضحه. ليبريفيون كيسهل لنا الباساج ديال لي سوند. داكوغ، عندنا ماتيريال بور فيكساسيون. ماتيريال بور فيكساسيون راه معروفين، سباغادغا، الكوردون، اكسيتيرا. شوف احنا في المغرب الماتيريال الفيكساسيون ديالنا سباغادغا ولي بوند. داكوغ، في المغرب مازالين كنستخدمو سباغادغا ولي بوند، ولكن كاين بيان سور د ماتيريال ديال الفيكساسيون اللي كيكون برا كتشوفوه مثلا في لي زيماج اللي عندكم الثالثه والرابعه. ليماج الثالثه عفوا، ليماج الثانيه والثالثه راكم كتشوفوا هذوك الماتيريال الفيكساسيون كيكون بيان ديفلوبي شويه وكيكون بيان ادابتي لو باسيون. بيان سور هذوك مازال ما كنخدموش بهم، ونتمنوا ان شاء الله بحول الله شي نهار نولي كنخدموا بهم، لانهم ماتيريال اللي رخيص وخصو يكون في الحقيقه. من الماتيريال ايضا اللي كنحتاجو عندنا ستيتوسكوب. ستيتوسكوب من الحوايج المهمه اللي كنحتاجو. كتعرفوا بان ستيتوسكوب ديالنا كتكون بزاف ديال لي بارتي، ندويو على دوك لي باش ولا بلاش؟ كنظن بانه ما كاينلاش ستيتوسكوب. الا قلتي لي شنو هو لانتيغي ديال الاستعمال ديالو في لانتوباسيون، فراه بيه كنفيريفيو واش ديك لاسوند كاينه في لي بو، يعني في التخاشي، واش ديك لاسوند دخلت للتخاشي ولا مشات لوزوفاج. لان الا مشات لوزوفاج راه ما غاديش نسمع داك الباساج ديال لير في لي بومو. ولكن الا دازت للتخاشي او فونتيليت راه غادي نشوف، اولا غادي نشوف بعيني بان التوراكس ديالي كيتهز. اي بيان سور حتى الا ما شفتوش غادي نتاكد بالستيتوسكوب وغادي نشوف داك الباساج ديال لا غادي نسمع ودني. داكوغ، الامور باينه. بالنسبه لدوك منش كيتكون بالضبط هذا غادي نشوفو في لي زوان سانفيرمي دو باز، وكنظن بلي شفناه في لاتونسيون ارتيريال. رجع للبلاي ليست ديال لاتونسيون ارتيريال وغادي تجبر باننا دوينا على لي ديتاي ديال بيان سور الستيتوسكوب. عندنا عاوتاني الموندغان سومي ريجيد. الموندغان، لي موندغان هما هادو اللي كتشوفو قدامكم، فيهم بزاف ديال لي تيب وبزاف ديال لي طاي. على حساب هاد لي موندغان هادو عندهم مهمة وحدة، هي انك ديرهم في لاسوند مثلا سيليكوني، وكتقدر تحكم في ديك لاسوند وكدير لها الفورم اللي بغيتي انت. اي ابخي فاش كتانتوبي الباسيون ديالك كتحيد داك لاسوند. وايضا كنستعملوهم بشكل ضروري ومليح في لي سوند ارمي اللي شفنا قبيله. لي سوند ارمي اللي فيهم داك سبيرال ميتاليك، هادوك لي سوند الا ما كانش هاد
الموندغان في وسط داك لاسوند ما غتقدرش انتوبي بديك لاسوند لانها تري تري سوبل ما كتمشيش للبلاصه اللي باغيها انت، ما تقدرش تقيديها بيديك الا ما كانش هذا الموندغان هذا اللي كيكون ريجيد. ايضا كما كتشوفوا هنا في الديابوزيتيف عندنا واحد الماتيريال واحد اخر ما غاديش ندويو عليه دابا كيتسمى البرونكوسكوبي رابيد. هذا البرونكوسكوبي رابيد كما كتشوفوا في الصوره تماما كنستعملوه في لي كات ديفيسيل، ما غاديش ندويو عليه دابا، ولكن كاين واحد لوكور ديريكتومون غادي ندويو عليه مورا هاد لوكور هذا اللي كنسميوه لانتوباسيون ديفيسيل، وغادي ندويو على هاد الماتيريال هذا وبزاف ديال لي ماتيريال واحد اخرين اللي كنستعملوهم في هاد الحاله هادي. وكاين واحد الماتيريال اخر غادي ندويو عليه ان شاء الله ابري ما ندويو على لانتوباسيون ديفيسيل واللي هو تراكيوتومي، وهي عندها دي ماتيريال ديالها بوحدو ولا تكنيك ديالها بوحدها، و الماتيريال ديال تراكيوتومي حتى هو مهم بزاف كيخصو يكون خاصك تكون عارفه. فهاد الامور هادي غادي ندويو عليها ابري، ولكن خاصك غير تعرفها بان خاصك تكون عارفها داكوغ. واخا ان شاء الله بحول الله في ليبيزود الجايه عاوتاني غادي ندويو على البريباراسيون ديال الباسيون ديالك، كيفاش تبريباري الباسيون ديالك بوغ لانتوباسيون، وكيفاش غادي نبداو ندويو على لا تكنيك شويه بشويه دابا داكوغ. فاستعدوا مزيان، قراو مزيان، حاولوا تقيدوا مزيان هاد لي زانفورماسيون عندكم في الريزومي ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق في الحياة ديالكم الدراسية والعملية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.